المهندس حمادة شعبان عثمان، أنا مدير عام وزارة الإسكان ومدعي بالحق المدني في قضية أي دخيلة. أولا النهاردة الحمد لله النهاردة كنا بنسمع شهود النفي اللي هم مش موجودين لا في أمر الحالة ولا شهود الإسباني، اللي هم استخدمهم محامي المتهم أحمد عز اللي هو فريد. طبعا كلهم كان واحد رئيس هيئة سوق المال السابق اللي هو هاني سلم الدين. طبعا جه يقول كلام، طبعا الواقعة سابقة في أمر الحالة. الواقعة سابقة إن هو أحمد عز تحوز على 4,180,000 سهم بدون اي حق، بحيث ان هو حتى ما كانش معاه فلوس، والحاجه ده خد قرض من بنك عوده ودفع عموله او رشوه 2,000,000 دولار، وما دفعش حتى فوائد المستحقه على المتخرب بتاعته، وما دفعش حتى رسم الاصدار من 48,600,000 ولا الفوائد 7% عن تاخير القسط الاول والثاني من السنه دي من الاسهم السنه دي. فطبعا الكلام ده جاي يبرر ان ده ما حصلش. فالحمد لله النهارده قدرت ان انا اخد الكلمه واقنعته ان اوامر الحاله وكل ده ثابت وكل ده مدون بقانون الشركات، قانون البورصه، قانون هيئه سوق المال. حاجه جميله جدا ان انا اقنعته، ثبت يقين عند المحكمه ان احمد عز استحوذ على الشركه بصفته امين التنظيم الحزب الوطني ورئيس لجنه الخطه والموازنه في مجلس الشعب من سنه 2000. الكلام ده طبعا كان مدون وثابت الناس كلها، لان الراجل ده كيف الواحد تسال كل سؤال مباشر، هل ممكن اي شركه تستحوذ على كل هذه الاسهم وبنسبه 21% ويبقى عضو مجلس اداره؟ يعني انا واحد من العوام او من الناس واقدر اعمل كده؟ فطبعا ما ردش، وده ثابت يقينا ان في استغلال نفوذ من السيد احمد عز الدين اللي هو محبوس حاليا، اللي هو عتى فسادا في الارض وفي مصر. ماذا قال الشهر الثاني؟ الشهر الثاني كان يدعى، الشهر الثاني كان محاسب من مكتب محاسبه خاص مش عارف مصطفى للمحاسبه، وده كان بينفي صله احمد عز بالضرايب اللي ما حصلهاش للبلد. يقول ان شركه احمد عز بتاعت لندن مش من حقها تدفع ضرايب، واستشهد بشركه فرنسيه اللي نفذت المترو، ومن حظه السيء ان انا اشتغلت في المترو وعارف الشركه بتعمل ايه، وحتى ذكرت واقعة للسيد رئيس المحكمه ان شاء الله رئيس المحكمه ان الشركه دي لما ما دفعتش التزاماتها في الضرايب قالوا لهم خدوا عربياتكم انتوا جايبينها وخدوها رموها في البحر. كل الناس عارفه الكلام ده، وحتى سالت سؤال مباشر اطلعت على ملف الشركه، قال لي لا. طيب اي شركه قبل ما تعمل في مصر في حاجه اسمها عقود دوليه اسمها الفيديك معظمها، والفيديك ده يعتمد من مجلس الشعب ومن الخارجيه. اطلعت يا ابني؟ قال لي لا ما اطلعتش، يبقى شهادته باطله وغير صحيحه، وده اثبتناه قدام رئيس المحكمه. وان شاء الله ان كل شيء بنجيبه بنفند وبنثبت ان هو غير ملم بالواقعه وكلامه كله غير صحيح، وان شاء الله احنا في انتظار حكم رادع يعيد الشركات بالدوله ولشعبها، لان شركه حديد دخيله من اكبر واكبر